أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن حجم التبادل التجاري ما بين مصر والصين بلغ 13.9 مليار دولار خلال العام الماضي 2023 مقابل 16.6 مليار دولار خلال العام 2022. أوضح الجهاز المركزي أن حجم الواردات المصرية من الصين بلغ 12.9 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 14.8 مليار دولار خلال عام 2022. وذكر أن حجم الصادرات المصرية إلى الصين بلغ 909 ملايين دولار خلال العام الماضي. ومن أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الصين الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة وصلت إلى 414 مليون دولار، بينما بلغت صادرات مصنوعات من أحجار وأسمنت نحو 116 مليون دولار. شهدت منطقة خليج السويس افتتاح مشروع محطة طاقة الرياح بقدرة 252 ميجا وات، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالتوسع في نشر استخدامات الطاقة المتجددة من الرياح والشمس وخفض انبعاثات الكربون. مساعي حثيثة تخطوها الدولة المصرية نحو مستقبل أكثر استدامة، وفي هذا الإطار يأتي افتتاح مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس بقدرة 252 ميجاوات. يعد هذا المشروع نموذجا للتعاون المثمر بين الحكومة المصرية ومؤسسات التمويل الدولية في مجال الطاقة المتجددة التي تشمل بنك التعمير الألماني والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي. لازم كلنا كمصريين نبقى فخورين بهذا المشروع. المشروع 252 ميجا وات دي قدرة مش شوية إذا ما قورنت ببعض القدرات اللي موجودة في دول الجوار، لكن قدرات مصر احنا أعلى من كده. احنا عندنا زي ما انتم شايفين سرعة الرياح عالية جدا، واحنا مش قادرين نقف من سرعة الهواء. احنا حريصين ان احنا نستثمر الامكانيات اللي عندنا دي من سرعات الرياح والشمس اللي موجودة أثناء اليوم وأثناء السنة. يأتي هذا المشروع في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للتوسع في نشر استخدامات الطاقة المتجددة من رياح وشمس وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص في مثل تلك المشروعات. محطات شمال البحر الأحمر بتمتد من الزعفرانة لحد جبل الزيت. عندنا محطة الزعفرانة 1 وزعفرانة 2 دي 220. المحطات دي برضو من كلها رياح. محطة زعفرانة 1 فيها 5 محولات، 2 في 75 زائد 3 في 125. المحطة جهد 220 على 22 على 22 كيلو فولت، دي برضو توليد رياح. الخط ده او الترانسميشن لاين ده بتبقى عليه حمايات كهربية، فالحماية دي علشان لو حصل اي مشكلة على الخط بنبدأ ايه نحميه، يعني لو المشكلة ما تزيدش. فعندنا مثلا اجهزة الوقاية الناحية دي بتحمي كل دايرة، فكل دايرة عليها جهاز مين واحد ومين اتنين، جهاز وقاية مسافية مين واحد ومين اتنين، بحيث ان لو حصل اي مشكلة على الخط تبدأ تفصل وتحميل الخط ده من ناحيتين. وتستهدف مصر الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول العام 2030 في إطار استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في البلاد، كما يجري حاليا تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التي تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الطاقة. أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقيع عقد الانتفاع بالأرض لمساحة 65 ألف متر مربع لشركة راغلو إيجيبت للملابس الجاهزة التركية باستثمارات 40 مليون دولار. ذكرت المنطقة الاقتصادية أن ذلك التوقيع يأتي في إطار تعزيز التعاون مع الاستثمارات التركية في القطاعات الصناعية المستهدفة، خاصة في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة. وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن هذا التوقيع هو السادس من نوعه من بين 15 مشروع يجرى دراستهم جميعا لتنفيذهم في منطقة القنطرة غرب الصناعية، التي تعد من المناطق الواعدة التي عملت المنطقة الاقتصادية
على تطويرها وتجهيزها لاستقبال مختلف الأنشطة الصناعية ولا سيما صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، إذ تخطط المنطقة الاقتصادية لجعلها مركزا إقليميا لهذه الصناعة. في أسواق البترول العالمية استقرت أسعار النفط في ظل ترقب للمستثمرين لبيانات التضخم لتقييم السياسة النقدية الأمريكية المستقبلية ولقرارات سياسة الإنتاج الصادرة عن اجتماع أوبك بلس والمقرر في 2 يونيو القادم. تراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو بنسبة 1.1% لتصل وتحقق ما قيمته 83 دولار و7 سنتات للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو بنسبة 1.2% لتحقق 78 دولار و68 سنتا للبرميل. هذا وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 84% لتصل إلى 2.45 دولار، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.19% لتسجل 2.55 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقع بنك الاستثمار الأوروبي قرضا بقيمة 120 مليون يورو مع إسبانيا لتمويل تجديد وتوسيع سلسلة من المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية العامة في 5 مدن إسبانية. وأشار البنك الأوروبي إلى أن المشروعات تشمل بناء مركزين للرعاية الصحية الأولية وتجديد لأحد المستشفيات وبناء مركزين للرعاية الصحية. كما أكد بنك الاستثمار الأوروبي أن القرض يساعد إسبانيا في تعزيز خدمات الرعاية الصحية للأشخاص في عدة مناطق، بينما يعد القرض هو الشريحة الأولى من التمويل والتي يصل مجموعه 175 مليون يورو.